معانا اول صنف هنعمل فتت شاورما الفراخ. يلا نشوف مقاديرنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. محتاجين لفتت شاورما الفراخ اول حاجه هنعمل الرز، هنقول المقادير وبعدين نقول مقادير الشاورما. لرز الفته محتاجين 3 كوبايات رز بسمتي مغسول ومنقوع، بصله صغيره مفرومه ناعم، مكعب مرقه، جزره صغيره مبشوره، كوبايه فلفل الوان متقطع قطع، زيت وميه مغليه، ومعلقه صغيره من كركم، كاري، مستردة، وبشر برتقان بيدي ريحه في منتهى الجمال. دي مقادير الرز. طيب مقادير فتت الشاورما بقى. ايوه دي مقادير الرز كده معانا. مقادير الفته بقى هنقولها. معانا كيلو صدور فراخ متقطعه شرايح رفيعه، ومعانا ربع كوبايه زيت، حبيتين طماطم متقطعين جوانح رفيعه، بصلتين جوانح، قرن فلفل الوان من كل لون متقطع شرايح، بشر برتقانه، عصير برتقانه، معلقه كبيره عسل، معلقه كبيره مسترده، معلقه باربيكيو صوص، عصير ليمونه، ومعلقتين خل. ومعانا طبعا هنعمل جنب الحاجات الحلوه دي، لا لسه في المقادير، معلقه صغيره من كل حاجه من التوابل. محتاجين ملح وفلفل، توابل فراخ مشكله، بابريكا، مشطه، وطبعا عيش شامي متحمص ومتحمر، او عيش تورتيلا زي ما احنا عايزين. ده العيش الشامي المتحمر او متحمص ده عشان الفته. للسندوتشات ممكن عيش شامي، ممكن عيش تورتيلا، ممكن عيش فينو، يعني اللي موجود عندنا. ومحتاجين طبعا للتقديم هنعمل توميه. التوميه هنعملها ازاي؟ هو هنا في المقادير في علبه زبادي كمان، علبه زبادي مع مقادير التتبيله بتاعت الفراخ او التتبيله بتاعت الشاورما. التوميه احنا هنعملها ازاي؟ هقول لكم المقادير بتاعتها. 3 معالق كبار نشا، نص كوبايه ميه او 3 ارباع كوبايه ميه، نقلبهم كويس جدا على النار، هيتربطوا هيبقوا زي المهلبيه تقل جدا. هناخدهم بعد ما يبردوا هنحطهم في الخلاط او في الهاند بلندر. مقادير التوميه هي نازله معانا. هناخد النشا والميه نربطهم على النار، نعملهم كده ايه زي المهلبيه الثقيله. لما تبرد خالص المهلبيه دي هنحط عليها المايونيز، وهنحط عليها ربع معلقه صغيره ملح ليمون، وربع معلقه ملح صغيره، ومعلقه خل، ومعلقتين زيت، وهنضرب كله في الهاند بلندر او في الخلاط، شفشق الخلاط. وطبعا هنحط زيت ونظبط بقى الطعم. محتاجين ملح نقلله نزوده، دي حاجه براحتنا. دي التوميه اللي احنا هنقدمها النهارده مع الاكل. اول حاجه هنبدا نشتغل في الرز. تجيب معلقه بيتك ومطبخك. بسم الله. الرز كده، ادي الحله سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب معايا الزيت برضو. بسم الله. الرز بقى بتاع الشاورما ده مميز، بيبقى طعمه في منتهى الجمال كده. هبدا اول حاجه، عندي بصلايه صغيره، هنخلي البصلايه دي تتشوح شويه. عبال ما تتشوح هخلط المقادير بتاعه الشاورما او التتبيله. نلبس كده الكلافز بتاعنا. بسم الله. عايزه اقول لكم بقى الطعم ده وحياه ربنا احلى من المطاعم المشهوره جدا اللي بتعمل الشاورما دي. يعني جربوا التتبيله وجربوها بالطريقه دي، باذن الله هتعجبكم جدا. يعني هنعمل حاجه احلى من اللي بتتباع بره جدا 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 والله. كده بالشكل ده. هنا معايا اهو، ادي البصل بيتشوح. انا مش عاوزه البصله تاخد لون، بس عايزاها تدبل خالص. نجيب بوله. بسم الله. هنا كده هخلط فيها مقادير التتبيله. هناخد عصير البرتقان اهو كده، عصير البرتقان، عصير الليمون، انا هنا كده عايزه ايه اجيب كل الحاجات دي كده كده اجيب. والزبادي طبعا اساسي في تتبيل الشاورما بتاعت الفراخ، بالذات الزبادي. الزبادي بيطري اللحم وبيخلي اللحم يشرب
الطعم الجميل. الشطه، البابريكا، توابل الفراخ، معايا توم، هاخد معلقه صغيره توم كده بالشكل ده، العسل النحل. طبعا هتقولوا هو ده الكيلو؟ لا طبعا، انا عامله نسخه جاهزه، بس احنا بنعمل الطريقه مع بعضينا كده، نشوفها ان شاء الله تعجبكم جدا. هنا برضو انا متابعه الرز، اتشوح كده البصل كويس جدا عشان ما تبقاش البصله باينه في الرز، عايزين ندبلها خالص. هنا انا حطيت العسل النحل، هحط بشر البرتقال، وطبعا كمان حطيت عصير البرتقال. هاخد بقى ملح وفلفل، ادي الملح وادي الفلفل الاسود. التتبيله دي مش للشاورما كمان، التتبيله دي لاي فراخ ممكن تتشوي، هنشويها بعضمها جاهزه وراك كمان. الشيش طاووق برضو التتبيله دي تبقى حلوه جدا على الشيش طاووق، بتبقى لايقه قوي. اهم حاجه ننقع فيها الفراخ مده علشان الفراخ تتشرب مننا الطعم. هو بس العسل النحل عشان الدنيا برد بيبقى ايه ماسك في بعضه كده، نقلبه كويس لما يفك. وهنا ادي البصله معايا لما تدبل خالص. عصير البرتقال كمان بيديها طعم جميل جدا. هنا انا معايا بقى الفراخ متقطعه زي ما احنا شايفين كده، بس عشان ما استخش ايديا اهو، شايفين الفراخ متقطعه جوليان او متقطعه شرايح، اللي هي الشرايح بتاعه الشاورما اهي، بصوا شرايح رفيعه. هبدا بقى انزلها على التتبيله، هسيبها بقى قد ايه؟ يستحسن لو احنا هنعمل طبعا نسيبها منقوعه عندنا مش اقل من 3 4 ساعات منقوعه في التتبيله دي. عملناها من بالليل للصبح يبقى خير وبركه ان انا انقع فيها الفراخ بالشكل ده اهو كده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا مريومه؟ الله يخليك، ازيك يا ست غاده؟ انت عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله رب العالمين يا حبيبه قلبي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبه قلبي. بعت لك امبارح المقلوبه، ما شفتهاش انت اهو. ما شفتش والله، ما فتحتش، انا اسفه. انت سامعه صوتي يا مريم؟ والله العظيم انا تعبانه جدا. سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك. الناس كلها والله يا غدا كله تعبان، مش عارفه في ايه، اللي جرى الجو مليان بقى. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه؟ الجو بقى تقلبات الجو. الحمد لله هانت خلاص اهي، كلها الشهرين دول. يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، تسلم ايديك يا حبيبه قلبي. ان شاء الله. كمان بعد كده اهو هعمل البتاع دي، قولي معايا. نعم. عايزه ايه؟ ايه؟ هعمل لك النجريسكو بعد كده. لسه معاك يا مريم. بقول لك هعمل لك المره الجايه النجريسكو. اه النجريسكو يا ريت تعمليه وتبعتيه لنا. ماشي حاضر يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا مريم، وجربي بقى وصفه النهارده الرز بتاع الشاورما وشاورمه الفراخ دي، هتعجبك جدا يا مريم. شكرا يا حبيبتي لتليفونك. انا هنا بعد ما اتشوح معايا البصل كويس جدا، نزلت عليه بالمعلقه الكاري ومعلقه الكركم، وحطيت المسترده وحطيت الباربيكيو صوص بالشكل ده. هبدا انزل الرز. الرز طبعا كان منقوع عندي، مغسول ومنقوع لمده نص ساعه اهو بالشكل ده كده اهو كده. هبدا بقى اهو اشوح الرز كويس جدا. طيب لسه معايا هنا اهو، لسه معايا مكعب المرقه، ومعايا بشر البرتقال. بشر البرتقال يعني نص معلقه كده ولا معلقه شاي صغيره، بس بيفرق جدا في الطعم، بيديني طعم في منتهى الجمال اهو بالشكل ده. هبدا احط هنا الزيت للطاسه اللي احنا هنسوي فيها الشاورما. طبعا الشاورما كمان ممكن نحط فيها ليا، اللي بيحب طعم الليا الضاني يحطها لشاورمة الفراخ بتبقى فظيعه. اللي ما بيحبش الليا يحط زيت، ممكن معلقه سمنه، ممكن سمنه وزيت، ممكن زبده وزيت، ممكن زيت بس بالشكل ده كده. احنا بنقلب الرز شايفين، هنحط رشه ملح صغيره عشان احنا طبعا حاطين مكعب مرقه، نراعي ان المكعب بيبقى فيه حدوقيه شويه فما نزودش معانا الملح اهو بالشكل ده. اول ما الرز يبقى سخن كده معانا، ادي هنا كده الميه، اشيل دول. كده بصوا انا عملت النسخه من غير ليا، هنا عندي ليا ضاني اهي. هناخد هنا برده كمان، دي اضافه كده جات لي دلوقتي الفكره، ادي الزيت سخن، هنزل في حته ليا كده صغنونه، معلقه تديني ريحه وتديني طعم تحفه للشاورما اهو.
هي مش مكتوبه في المقادير، بس انا قلت ايه اوريكم الطريقه بما ان انا اللي ليا جنبي اللي يحب وعنده حته ليا بتطعم الاكل جدا اهو بالشكل ده كده. اللي هي طبعا بتسيح مع السخونيه بتاعه الزيت، بتسيح وبتدوب بتبقى في منتهى الجمال. هي اصلا محلات الشاورما اللي بيخلينا ننجذب للريحه لما بنبقى ماشيين كده من جنبها، اللي هي اللي بتسيح مع اللحمه او مع الفراخ على الشوايه، وهي الشوايه بتدور كده قطع اللي هي اللي بيبقوا رصينها بتسيح معاها، هي دي اللي بتجذبنا تخلينا على طول نجوع او نطلب الاكله اللي احنا شامين ريحتها الجميله دي. هنا كده خلاص الرز اتشوح كويس، احط عليه. الو الو يا غالي حبيبي، مالك؟ الف سلامه ليك. الله يسلمك، ازيك يا ست الكل؟ الله يسلمك، الف مليون سلامه ليك يا حبيبه دادة. قلبي ربنا يخليك يا رب. بعد الشر عليك يا بنتي. الله يسلمك. انا ديت ما كنت تعبانه. اوعي الف تعبانه يا غالي. الف الونزه الكل. الالف الونزه يعني مش سايبه حد خالص. ربنا لا باذن الله لا تصبي كويس ما فيش اي يا رب حاجة. يا رب يا مدام روحي ادعي لي بس انت كده وربنا ان شاء الله يستجيب منك باذن الله. ربنا لا باذن الله. ايه رايك معانا النهارده في الشاورما بتاعت الفراخ دي والرز بتاع شاورما الفراخ؟ انت جريتي ريقنا بيها دي. انت لازم لازم تعمليها ان شاء الله، هتبقى تحفه من ايد حضرتك. ربنا يخليك يا غاده. بقول لك يا غاده، انا عندي حبوب مستردة نفسي اعملها مستردة. الخردل. الخردل ده طب بصي بصراحة يعني عشان أبقى أمينة معاكي، أنا ما عملتهاش قبل كده في البيت خالص، فأنا هسألك على طريقة من حد يعني صديق ليا شغال في المجال ده، أنا هسأله وهنقلك الطريقة بمنتهى الأمانة، وهل ينفع هتطلع كويسة زي اللي في زي اللي بره ولا لأ؟ بس أنا للأمانة أنا ما عملتهاش قبل كده. خلاص هستناك يا غالي. فما أقدرش أقول لك على حاجة تبوظي مقادير، تعملي حاجة تقولي غدا هي اللي قالت، لأ ما خلينا يعني إيه؟ مفيش مشاكل بس قولي. حاضر، عينيا الاثنين، عينيا يا مدام روحي. تسلم ايديك وتسلم ايديك يا الله يخليك يا حبيبه قلبي، الله يخليك. هنا كده انا معايا الفراخ بعد ما اتبلت، بس انا نسيت في التتبيله احط الايه المستردة اهي. المستردة كمان بتديني مزازه وبتديني طعم في منتهى الجمال للفراخ. هنا شايفين اللي هي ساحت خالص خالص اهي ودابت، بتبقى حتت كبيره بتبدا تدوب اهو بالشكل ده. نسيحها كده بتدي طعم وريحه في منتهى الجمال. حتت اللي هي دي بقى انا بحب اكلها كمان لما باجي اعمل الشاورما، بحب اكلها بقى مع الاكل بتبقى طعمها جميل جدا. هبدا بقى كده اهو شايف حضرتك كده، هبدا بقى انزل مش هقلب، هفردها بس ايه في الطاسه بتاعتي اهو شايفين. تمام، هناخد بقى نقلب على طول كده. شايفين انا ما قلبتش، بس انا ايه عايزه افردها كده اهي علشان تبدا ايه تتشمع على طول من الحراره بتاعه الطاسه. لازم الحراره تكون سخنه جدا اهو بالشكل ده. والرز هنا برده نبص عليه بصه، شايفينه بقى ايه بيغلي معانا واخر حلاوه يعني اهو بالشكل ده. طب انا لسه عندي في الرز في المقادير في فلفل الوان متقطع قطع صغيره، وفي نص جزرايه او جزرايه بشر بس اول ما يتشرب هسيبه بقى على الهادي معاه. انا مش عايزه اهري الفلفل خالص، ممكن احطه بعد ما اطفي عليه واسيبه كده دقيقتين ثلاثه بس. انا مش عايزه فايده الفلفل الالوان والفلفل الاخضر، الحاجات دي تروح من الفايده اللي احنا الحاجه اللي احنا هناكلها، فانا بفضل ان احنا نعملها ونخليها على البارد، يعني اضيفها بعد ما اطفي خالص ما يقعدش يغلي في الميه دي وفايدته تروح. وكمان الجزر ممكن احطه وممكن ما احطوش، ده حسب الرغبه مش اساس يعني. هنا كده شايفين ادي الفراخ معانا. طيب هنا لسه في الشاورما دي عندي ايه؟ عندي بصله متقطعه جوانح رفيعه، عندي فلفل الوان نفس النظام، برضو مش ههري الخضار ده ولا خلي الخضار يدوب وينزل ميته، لا انا عايزه برضو ناكل الفراخ نستمتع بطعمها وناكل الخضار نحس ان هو فريش بيقرمش سنه كده. بس طبعا البصل في ناس بتتضايق من حده البصل شويه وطعمه اللي بيبقى حد كده او قوي شويه، فاحنا هنخلي البصل ياخد سوى شويه، هو ده اللي احنا هنبدا ننزله. اما الطماطم والفلفل لا، لما تستوي هنضيفهم في الاخر اهو بالشكل ده كده. نقطع اهو كده. الو
الو يا ام هنا، يا ام هنا صباح الهنا. الو طيب معلش يا ام هنا اتصلي بينا تاني كده بالشكل ده اهو، كل الحاجات الحلوه دي كده بالشكل ده. انا هخلي بقى الفلفل والجزر معايا، ممكن اضيفهم على بعض هنا مع بعض كده. طب تمام هنا. انا ممكن اطلع فاصل عشان نجيب الوصفه اللي بعد كده نشتغل برضو فيها اهو. هنقلب دي كده، احنا مستنيين دلوقتي الفراخ. طبعا هتبدا تستوي، الفراخ ما بتاخدش حاجه، ولما بتبقى منقوعه في التتبيله قبلها بيوم بتبقى في منتهى الجمال وبتستوي بسرعه جدا. احنا بس مستنيين البصله تطرى شويه واتاكد انها استوت، هبدا على طول انزل عليها الفلفل والطماطم في الاخر. شايفين بقى الشاورما كده على النار معانا زي الفل اهي، شايفين استوت. والبصله انا برده مش عايزه البصله تدوب خالص وتبقى ايه طريه بزياده، احنا عايزينها بقى بالشكل ده في نفس الوقت ده كده، اول ما تطرى معانا او تدبل والريحه الصعبه منها تروح، او ريحه البصل اللي ما بيحبوش الريحه القويه. خلاص هبدا انزل الفلفل الالوان متقطع شرايح، وهبدا انزل كمان الطماطمايه اللي متقطعه جوانح، طماطمايه طماطمتين على حسب كميه الفراخ اللي عندنا بالشكل ده اهو. انا بقى هسيب كده الخضار ينزل شوية مية أو جوز كده على الفراخ أهو بالشكل ده. بس أنا هنا طبعا لما ضفت الفراخ ضفت الخضار محتاجة لها رشة ملح، لأن طبعا الفراخ متحدقة لكن الخضار ده هيبقى دلع عشان يبقى برضو له طعم معانا في الأكل بالشكل ده. هديله كمان شوية مية اللي محتاجة جوز ينزل منها عشان ده هيبقى الصوص بتاع الفتة كده. احنا الفته لو احنا هنعملها في سندوتشات بس في العيش التورتيلا او في العيش الشامي او الفينو لازم ننشفها نتاكد انها نشفت، لكن لو احنا هنعمل فته يبقى هنعمل ايه؟ يبقى لازم نسيب فيها صوص شويه. لو الخضار عندي كده واللحمه استوت او الفراخ استوت يبقى انا اديها شويه ميه صغيرين غلوه واطفي عليها عشان الصوص ده استفيد بيه يطعم لي الرز بتاع الفته. حاضر عينيا كده. شايفين الرز هنشوفه بقى مع بعض. انا هنا اول ما اتشرب على طول حطيت عليه الفلفل اللي كان متقطع مكعبات والجزر المبشوره، خدت شويه من الجزر. شايفين بقى هنا كده اهو ادي الرز، الله يسلم حضرتك. شايفين كده الريحه بقى عايزه اقول لكم يعني فظيعه اهو بالشكل ده. طبعا الرز ده داخل خالص يعني خلاص خمس دقايق وهطفي عليه، لان احنا اصلا كنا نقعينه في ميه سخنه لمده نص ساعه، فالرز لما بيتنقع بيبقى سهل التسويه بتاعته، حتى لو بسمتي بيبقى تسويته سريعه زي الرز المصري بتاعنا. طيب الو. ايوه سي غاده. ازاي حضرتك يا مدام ماجده؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ ايوه اتفضلي. معلش انا اسفه تعيدي لي، معلش شاورمه الفراخ بعد اذنك. شاورمه الفراخ حاضر عينيا الاثنين. تسلم عينيكي وشكرا لحضرتك. بعد اذن استاذ طلعت ننزل لها بالتاني المقادير الشاورمه الفراخ، وبعدين نقول مقادير الصنف اللي احنا هنعمله دلوقتي. تمام. كيلو صدور فراخ، ربع كوبايه زيت، حبايتين طماطم جوانح، بصلتين جوانح، قرن فلفل الوان شرايح من كل لون، بشر برتقانه وعصير برتقانه، معلقه كبيره عسل نحل، معلقه كبيره مستردة، معلقه باربيكيو صوص، عصير ليمونه، معلقتين خل، ومحتاجين كمان علبه زبادي. طيب محتاجين للتوابل بقى ملح، فلفل، توابل فراخ مشكله، بابريكا، شطه، ومحتاجين عيش شامي او وعيش محمص. الشامي ده هنحمره او هنحمصه عشان الفته. دي مقادير الشاورما. اما الرز بتاع الشاورما هنقول مقادير الرز بتاعتنا: 3 كوبايات رز بسمتي، بصله مفرومه ناعم، مكعب مرقه، جزره مبشوره، وكوبايه فلفل الوان، زيت وميه مغليه، ومحتاجين كركم، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كاري، ومعلقه مستردة كبيره، وبشر برتقانايه، او ناخد منه معلقه بشر البرتقال ناخد منه معلقه. ادي الرز وادي الشاورما معانا. تمام شايفين الرز كده كده، دي خلاص هرفعها من على النار. تمام ادي الرز معانا بقى زي الفل.